حسين إسماعيل. زنفل أو مساعد الطبيب في فيلم آمن حواء أو الفنان حسين إسماعيل، ذلك الوجه المعروف سينمائيا والمظلوم جدا فنيا، فقد شهدت حياته الكثير من الصعاب والأزمات والاكتئاب أيضا. إنه حسين إسماعيل أحد أهم الوجوه السينمائية الثانوية في فترة ليست بالقليلة في تاريخ الفن المصري. نافس شقيقه في الأدوار الثانوية وحزن عليه عند رحيله، وسنعرض لحضراتكم بالتفصيل بعد دقائق قليلة، كما سنستعرض لكم تاريخه الفني وأهم المحطات في حياة زنفل أو حسين إسماعيل، لذا تابعونا. إذا كانت المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. ولد الفنان حسين إسماعيل في 29 من شهر أكتوبر عام 1922 لأسرة محبة للفن، حيث أنه الشقيق الأصغر للفنان عبد المنعم إسماعيل الذي اشتهر بأدوار الشر في أفلام الأبيض والأسود، والذي كان له بالغ الأثر لتعلق شقيقه الأصغر بحب الفن والتمثيل. بدأ حسين إسماعيل الدخول إلى الوسط الفني من خلال تجسيد بعض الأدوار الصغيرة في الأعمال السينمائية في فترة أواخر أربعينيات وبداية الخمسينات من القرن الماضي، وتعتبر فترة الخمسينات والستينات هي فترة الرواج والنشاط الفني له، خصوصاً بعد مشاركته في فيلم آمن حواء في عام 1962 إلى جوار الفنان رشدي أباظة، من خلال تجسيده لشخصية زنفل التمرجي البيطري الذي اشتهر بجملة بونو بونو لإعطاء سرنجال الحمار، وهي الجملة التي ما زالت تتداول حتى الآن للإشارة إلى ترضية من أمامك. قدم حسين إسماعيل أكثر من 300 عمل طوال مشواره الفني بين السينما والتلفزيون، وهو ما جعل منه من أشهر ممثلي الأدوار الثانوية في السينما المصرية، حيث شارك مع كبار نجوم الفن في فترته، ومنهم فريد شوقي، إسماعيل ياسين، صلاح ذو الفقار، شادية، أحمد رمزي، ورشدي أباظة. ومن الأعمال التي شارك من خلالها الفنان حسين إسماعيل آه وآه من حواء، مراتي مدير عام، المتمردة، كانت أيام، هل أقتل زوجي، أبي فوق الشجرة، مطاردة غرامية، كيف تسرق مليونير، عفريت مراتي، قنديل أم هاشم، معبودة الجماهير، أسر الشوق، والحياة حلوة. لقب الفنان حسين إسماعيل بساعي الأفلام لكونه أفضل من قام بأداء هذا الدور، وقدم أدوارا أخرى مثل الشاويش والجزار التي رغم صغر مساحتها لا يزال يتذكرها الجمهور، ونافسه شقيقه عبد المنعم إسماعيل في أداء نفس الأدوار. وعلى قدر البهجة التي أعطاها لجمهوره إلا أنه لم يعشها في حياته، حيث أنه عاش ظروفا قاسية برحيل شقيقه الفنان عبد المنعم إسماعيل منتحرا عام 1970 حزنا على فقره. وعقب انتحار عبد المنعم أصيب حسين بحالة اكتئاب ومات حزنا عليه بعد 4 سنوات في يوم 25 من يوليو عام 1974 عن عمر ناهز 52 عاما. برأيك عزيزي المشاهد، لماذا يكون الممثلين الكوميديين أكثر عرضة للاكتئاب مثل ما حدث مع الفنان حسين إسماعيل؟